Bonjour mes élèves de deuxième année, avec vous Madame May, École privée Badagry Tigers, continue une étiquette par le repas. احنا اتكلمنا يا اولاد الحصه اللي فاتت عن البارت الاولاني من الغوبا، وقلنا ان احنا عندنا ايات غوا غوبا بار جور، يعني عندنا 3 وجبات في اليوم، لو بوتي ديجوني لو بوتي ديجوني لو ديجوني لو ديجوني لو ديني تاني لو بوتي ديجوني لو ديجوني لو ديني لو بوتي ديجوني لو ديجوني لو ديني. بعد كده عندنا بوغ لو ديجوني رومانج. احنا هنتكلم النهارده بقى عن وجبه الديجوني. اتكلمنا الحصه اللي فاتت اونلاين وفي الكلاس عن البوتي ديجوني، النهارده هنتكلم عن الديجوني، ايه الحاجات اللي احنا المفروض ناكلها وايه بعد الديجوني برضو المفروض ناكله. عندنا هنا دو بول، دي بور لو ديجوني، لو دو بول، دو بول اللي هو الدجاج، ممكن ناكل دجاج، دو بواسون دو بواسون دو بواسون سمك، يبقى دو بول دو بواسون. بعدين عندي دو لا فيوند دو لا فيوند دو لا فيوند دو لا سالاد دو لا سالاد دو لا سالاد، يبقى دو لا فيوند دو لا سالاد. يبقى احنا اتكلمنا ان احنا ممكن ناكل ايه في الدجوني، ناكل دو بول، ناكل دو بواسون، ناكل دو لا فيوند، ناكل ناكل دو لا سالاد. بعد كده عندي ابغي لو دوجوني نو بريفيرون لو جوس او لفيروي، يعني احنا بعد الغداء نفضل العصير والفاكهة. ابغي لو دوجوني نو بريفيرون لو جوس او لفيروي، ابغي لو دوجوني نو بريفيرون لو جوس او لفيروي. اول حاجة عندي هنا لو جوس، لو جوس لورانج، بص الاغاو هنا واقفين، لورانج لا بوم لا بوم لا بوم لا بوار la poire le raisin le raisin raisin اللي هو العنب، raisin اللي هو العنب، la banane la banane. يبقى احنا تاني يا ولاد احنا ايه اللي ممكن نتناوله؟ ابغي لو دوجوني بعد الغداء نو بريفيرون لو جوس او لو فيروي، اتكلمنا عن الجوس العصير، اتكلمنا عن الاورانج البرتقال، لا بوم التفاح، لا بوار الكمثرى، لو ريزين العنب، لبنان البن.